جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حتى الآن شيخ صالح، تعليم النساء لا زال قاصرا عن الأمور التي تخص النساء بالذات. لعل لكم كلمة أيضا شيخ صالح. اليوم ولله الحمد النساء صرن متعلمات في الغالب، وصار منهن مدرسات وخريجات من المدارس الثانوية وكليات الشريعة وأصول الدين وكليات الدعوة، فالغالب عليهن أنهن قد تعلمن وخرجن من الجهل، لأنهن درسنا مقررات العقيدة والفقه والحديث والتفسير، فحملنا علما يستفاد منه لو أنهن استثمرنه في الخير لأنفسهن ولغيرهن. فعليهن أن يعلمن أخواتهن مما علمهن الله عز وجل، وأن يقرأن على الأقل تقرأ من الكتب على أهل بيتها وأخواتها ووالدتها ومن تجتمع معهن، فعليهن مسؤولية أيضا، عليهن مسؤولية عظيمة نحو أخواتهن وقريباتهن. الغالب أن كثيرا من النساء والفتيات الآن متعلمات لأحكام الدين، ولكن المشكلة أن كثيرا من الطلاب والطالبات إنما يعتبرون هذه المقررات وسائل للنجاح فقط، فيدرسونها من أجل الاختبار ويكتبونها في أوراق الإجابات في الامتحان، ثم يودعون علومهم ويتركونها لأنها في ظنهم انتهت مهمتها، وهذا غلط عظيم، خطأ كبير وحرمان من الخير. الدراسة ليس المقصود منها مجرد الامتحانات والإجابات والنجاح الاختبار، وإنما المقصود منها هو الانتفاع، النفع والانتفاع، هذا هو المقصود منها، وهو محل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.